خبر مختلف، ناس كتير كانت مستنياه من فترة كبيرة، انهم يعملوا عمل فني من سلسلة ما وراء الطبيعة، وده اللي تم الاعلان عنه من فترة بسيطة انه هيتعمل مسلسل عن السلسلة وهيتعرض على نتفليكس، وهيبقى فيه نفس اجواء الميتافيزيكس والرعب مع بطل القصص رفعت اسماعيل، واللي الفانس حاليا بيحاولوا يخمنوا مين اللي هيقوم بدور البطولة فيه. في الفيديو ده هستعرض معاكم اكتر 5 قصص من السلسلة اتمنى انها تتعمل في المسلسل، واللي برشحها كمان لأي حد ما قراش أي حاجة للسلسلة إنه يقراها. العدد العاشر، حلقة الرعب. كان في تقليد كل 10 قعدات بينزل عدد عبارة عن مجموعة قصص صغيرة بس مترابطة عن طريق رواتها، ودي كانت أول مرة التقليد ده يتطبق. ليلة ممطرة ومظلمة وضيوف اضطروا إن هم يباتوا في مكان واحد. في الليلة الطويلة دي بيقرروا كل واحد يحكي قصة مرعبة أو خارقة للطبيعة اتعرض ليها، وكل قصة بتعلي على التانية بأسلوب درامي شيق، من أوائل الأعداد اللي خلت ناس كتير تتعلق بالسلسلة. الأعداد 24 و25 و26، أسطورة إيجور والجنرال عائد والمواجهة، 3 أعداد بس بيحكوا قصة واحدة طويلة. للأمانة من الصعب عدم مقارنتها بأساس قصص إكس مان، عشان بتحسها دمجة في شخصية البطل، حياة بروفيسور تشارلز وحياة إريك المعروف بماجنيتو. قصة درامية بتغوص داخل المشاعر أكتر من الأحداث، وبتدور حوالين غريزة الانتقام من شخص دمر حياة البطل اللي اكتسب قدرة قراية الأفكار في صغره. العدد 23، رعب المستنقعات. عالم رعب صغير بس متكامل، مبني باحترافية، وتحت الغلاف بتاعه كتلة من الغموض والأوفر ثينكينج. من أكتر الأعداد رعباً تيمة الغلطات اللي الناس ممكن تعملها باستهانة وهي مش مدركة ان عواقبها وخيمة، وتتمنى بيأس انها ترجع. خطوة واحدة غلط بتغير حياتهم للأبد. هتستمتع بالقصة دي بشرط انك ما تقراش العدد رقم 42، أسطورة الكلمات السبع، اللي هو المفروض الجزء الثاني، بس ناس كتير لحد النهاردة معتبرة ما حصلش، وان نهاية القصة وقفت عند الجزء الاول بسبب قضائه على سحر القصة وغموضها. أسطورتنا، السهل الممتنع، قصة من عالم مصري صميم تحسه طالع من عوالم نجيب محفوظ مع الفرق الأدبي طبعا، وفي نفس الوقت العالم ده بشخصياته البسيطة بيتحكي كملحمة درامية مؤثرة على لسان بطلته المختلفة جدا بفعل الظروف اللي اتولدت فيها من غير اختيار منها. قصة مليانة بالشجن والسوداوية وبرضه مليانة أمل وحب للحياة. العدد 28 و29، آخر الليل والجاثوم. في وقت من الأوقات كانت دي أكتر قصة مرعبة مكتوبة باللغة العربية، لكن القصة دي جمالها مش في كونها نجحت كاتمة للرعب بقدر ما انها نجحت في انها تخلي القارئ يعيش بحواسه كلها جواها. انت سمعت بودن البطل وشفت بعينيه وحسيت باللي حس بيه واتغيرت معاه وانت بتقرا القصة. الشخصيات واقعية للغاية، تصرفاتهم كلها منطقية عكس معظم افلام الرعب، بتلعب القصة على تيمة الكوابيس ومعناها وايه اللي بيسببها. وما اقدرش اقول اكتر من كده عشان ما احرقش العمل الفني الجميل ده، وعندي فضول كبير اشوف ازاي القصة دي خاصة هتتصور في المسلسل ده. بصراحة 5 رقم غير كافي، بس لو زودت ممكن اسرح واذكر عشرات القصص. متفهم ان غيري ممكن يتفق او يختلف مع اختياراتي، عشان كده بقوله ان ده مجرد رأي، واني زيه عايز قصص اكتر. وتاني برشح اللي ما قراش اي حاجة من السلسلة انه يديها فرصة، سواء من الاختيارات دي او من غيرها. قولنا في الكومنتات ايه اكتر قصص عجبتكم في السلسلة، وقولنا مين هتحبوا يمثل دور رفعت اسماعيل في المسلسل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لكل بيحبوا السلسلة، والسبسكرايب فعلا بيفيد القناة دي عشان تكبر اكتر وتستمر في انها تغطي فيديوهات افضل ان شاء الله. اشوفكم على خير.